يلا بطي بلدي بطي بلدي، عندي بلدي وعندي فرنجي. يلا بطي بلدي بطي البلدي اللي بيطير ويشخ شراشير. يلا يا عمله، يلا استاذ اللي عايز يشتري بطي بلدي يجي هنا، يجي هنا عندنا، عندنا احسن بطي في الدنيا كلها. تعال يا بطي كده يا بطي، يلا ب40 جنيه ب40 جنيه ب40 يا بطي خد، يلا ب40 جنيه قبل ما يباعوا، قبل ما يباعوا استاذ، يلا يا استاذه قبل ما يباعوا، يلا يلا قبل ما يباعوا، قبل ما يباعوا. انا النهارده نازلين شو كمان، انا عايز اشتري بطي وكتاكيت. امو كل البطي ده وانا عايز. شوفوا حبيبي، عندي كل جميع الانواع، البلدي والاحمر والابيض والافرنجي وكل حاجه. انت عايزين ايه؟ طب بعد اذنك، احنا عايزين بطتين. معلش، انا عايزين بطتين دكر بتاعي عشان يبيضوا ويلبطوا ولا تلعبوا. اديكوا البط الواحده ب70 جنيه مرضيين؟ طب وريهم لي كده، وريهم لي معلش، وريني كده. طب خد فرد شوفوا، ولو عجبك اديك الفرد التاني. بالصلاة على النبي كده دوت، عامل 70 جنيه احسب لك 65 جنيه عشان خاطر ان انت مش زبون، يعني انت مش غريب. وانت برضو شوف هتعمل ايه وانا معاك. يا عم احنا مش زباين، يا عم احنا مش زباين. ايوه احنا مش زباين. عشان اكلوني ثانية سكة دغري. البطتين الدكر وانت دول 5 جنيه، هم 5 جنيه. لا يا استاذ، ده انت فاهم غلط على فكرة. هو انا مش هبيع بالعافية؟ ايه 5 جنيه دي؟ ليه لا يوم في الشارع ولا يوم في الحمامات؟ وريني التاني دي كده، ورانا. ايوه معلم، خد يا حبيب قلبي وقص اشتري. بس شكلك كلام على الفاضي. سكه ودغري يا باشا، دول دكرين، فاحنا كنا كاتبين دكر من جاية، فانا هاخدهم ببلاش. ماشي 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 يا ولع ولد غرفتها، انا هاخدها. يلا يا ايوه اطلع اهو، اطلع من المصلحه، هات البط. بس وايه يلا نركب. يعني ايه يا استاذه كده؟ يعني انت كده خدتها لو يدرع؟ طب سيب البطه يا استاذه سمحت، سيب البطه ومش هبيع. انا كده مرضي، مش انا مش هبيع يا عم. هو مش بالعافيه يا حبيب قلبي؟ يلا بالعافيه اهو، ملكم لك وربنا. يلا سيب البط بقى، يلا اسيب البط. في الناس مش يا حبيبي، في الناس مش يا حبيبي. سلام. خد يا دي يا ابن الحرامية، يا نصاب يا ابن النصاب. البط بتاعي اكل علي ازاي؟ انا كنت هبيعهم عشان اكل عيالي، اروح اشحن البط بتاعي. يا ولد العربيه انا الصغير.